باش هذا بالنسبه كان ديال هذه اربع سنوات خمس سنوات الحمد لله طموحات كبير نكتب موسيقى وفرما جميع الظروف هذا الفريق الحمد لله كما كتشوفوا هذا الموسم انا بالنسبه لي يلاه ناجحين 50% 25% ديال كاس العرش 25% حصلنا حاليا دابا التاهل لدور المجموعات دور المجموعات ما غيكونش سهل حاليا اي فريق كنواجهوه لا سواء في البطوله ولا الا كيستعد لينا هذا كان عندنا ضغط ديال المباريات كما كنشوفوا اننا يوم الاربعاء اغلب ما فريق الفتح الرباطي يوم الاحد اغلب ما فريق سيري اول زم مع السفاريات اذا فالحمد لله نتمنى ان ما يكونش عندي الخصم دائما تنقول الخصم الاول الاخر وهو لا شارج ديال لي ماتش والاصابات نتمنى ان شاء الله هذه المباراه هذه مع هذا الفوز هذا تكون ما تكونش عندي اصابات لان لاعبين كان خصنا نسيرباسيو الجهد ديالنا نتجاوزو اللي يقدر يعطي 100 يقدر يعطي 150 200% الكل كان اليوم الكل كان خاص يكون الكل يضحي باش هذا والحمد لله انتم كنتو اللاعبين اذا فهذا هو فريق راس بركان الحقيقي نتمنى من عند الله سبحانه وتعالى ان اللاعبين نبقاو في نفس لو ريتم على البطوله لان لمالا حاليا كنحتلوا المرتبه الرابعه لمالا ندير واحد النتائج ايجابيه لان حاليا خدينا تجربه في الكونفدراليه الافريقيه هاد اللاعبين هادو كنتمنى ان شاء الله انهم الموسم الماضي يكونوا في عصبه الابطال اذا باش تكون عصبه الابطال الا خصك تكون في المرتبه الثانيه ولا تفوز بالبطوله اذا فهذا تحدي لمالا وحق مشروع اذا فما علينا الا نضافوا جهود كامله لا الجمهور لا الصحافه وكنسطر عليها الصحافه لان انا شفت بعض الفرق سمعوا لي كيفاش كتعاونهم الصحافه ديالهم لما ندخلوا الاسلام اذا نتمنى نكونوا يد في يد كما قال الناطق الرسمي ديالنا نكونوا يد في يد ونمشيو لمالا الجهه الشرقيه لا فرق من الرسمي كان المتواجديه يكونوا ان شاء الله حتى هما يفوزوا بالالقاب ونجيبوا الاهلي ونجيبوا الزمالك ونجيبوا راشاطي كونتوكو ونجيبوا كاع الفرق ان شاء الله. شكرا.